إلان بالفحيلي الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل. وجودنا اليوم لأجل مسيرة الغضب هي مسيرة نعتبر شعارها الكرامة أولا وأخيرا. هنا جميعا نجتمع كجامعة وطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل وباقي النقابات التعليمية من أجل التعبير عن استنكارنا وتنديدنا لمظاهر العنف التي أصبحت تعاني منها الأستاذة والأستاذ داخل المدرسة العمومية. نحن هنا لنقول أن نساء ورجال التعليم خط أحمر، كرامتهم خط أحمر، تعنيفهم أمر غير مقبول. نحن هنا لنقول عرفانا منا لأساتذتنا وأستاذتنا الذين تتلمذن على أيديهم في المدرسة العمومية، نحن ممتنون لكم. لا نعتبر هذه حالة تعنيف شدة والغريبة أمرا قاعديا، وهي مجرد حالات استثنائية. لذلك ندعو ننوه بأساتذتنا وأستاذتنا، ننوه بالتلاميذ الشرفاء الذين يحترمون ويقدرون أساتذتهم وأستاذتهم. ونعتبر هذا الأمر الذي وقع يحتاج منا إلى وقفة من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم، من أجل أن نسأل أنفسنا ما الذي يقع، إلى أين نحن ذاهبون، ما مصير المدرسة المغربية العمومية. نسأل مسؤولين عن مظاهر التشغير والتبخيس لنساء التعليم التي أوصلتنا إلى هذا التعنيف داخل الأقسام. نسأل المجتمع المدني، نسأل النقابات، نسأل الأسرة، نسأل المجتمع، لأن هذه الظاهرة خطيرة تمس المجتمع، تمس تقدم البلاد، تمس نمو هذا الوطن. لذلك نحن اليوم في مسيرة الغضب، مسيرة الاحتجاج بعد إضراب دام ليومين، لنقول الكرامة أولا والكرامة أخيرا. التعليم ونساء التعليم خط أحمر، لأنهم هم مستقبل البلاد، هم الذين يدرسون أجيالنا وبناتنا وبناتنا. لابد أن نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة الاعتبار والعرفان والامتنان لنساء ورجال التعليم من أجل تلاميذ أكفاء، تلاميذ يتتلمذون على أيدي أساتذة يحترمونهم يقدرونهم، كما كنا نحن أطر تخرج من المدرسة العمومية نقدس ونحترم أساتذتنا. من منبركم هذا تحية تقدير وإجلال لكل نساء ورجال التعليم على ربوع هذه المملكة، تحية تقدير وامتنان لكل المتعاطفين والمساندين والمؤيدين لهذه الكرامة، تحية لرجال الإعلام الذين لم يتوانوا وساهموا في توعية هذا الوطن بقيمة الأستاذ وبكرامته. الكرامة أولا، الكرامة أخيرا، لا للتعنيف، نعم لمنظومة قيم تحفظنا جميعا. شكرا. يوسف ماغوري، الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل. هذه واحد مسيرة وطنية اللي الشعار ديالها المركزي والأساسي اللي هي الكرامة والحفاظ على الكرامة ديال النساء ورجال التعليم، على اعتبار أن المدرسة العمومية وعلى اعتبار أن المنظومة ديال التربية والتكوين في المغرب وباعتراف الجميع تيعترف بأنه في حالة الانهيار التام والشامل، وبالتالي هذا الانهيار مس كذلك حتى الاخلاقيات اللي كانت تمتاز بها واللي حافظت عليها المدرسه العموميه بشكل عام، اللي هي الاخلاق النبيله ديال الشعب المغربي. ولكن للاسف الشديد ان من بين المظاهر الخطيره التي تؤسف هو العنف والتشرميل اللي بدينا تنوجدوه في المؤسسات التعليميه وفي المدرسه العموميه، اللي ظاهره غريبه عليها واللي بدات تتمس بالاساس نساء ورجال التعليم. هذا المستوى اللي وصلنا له بطبيعه الحال يندير بالخطوره ديال الوضع التعليمي بالمغرب، وتبين بالملموس للناس اللي مازال عندهم شك فيما تقول النقابات التعليميه الاكثر تمثيليه في المقدمه ديالها الجامعه الوطنيه للتعليم الاتحاد المغربي الشغل، تتبين لهم ما وصل اليه التعليم. وهذا اليوم هو يوم ديال الكرامه، هو اليوم باش نرفعوا صوتنا وتنقولوا صافي، ستوب، باستا، توقفوا الإهانة والمس الكرامة ديال النساء ورجال التعليم. هذا خط أحمر لا يمكن القبول بالتجاوز ديالو، وشكرا. الغريسي عادل، عضو المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم القنيطرة. جينا اليوم قمنا بهذه المسيرة، فجاءت بعد واحد إضراب اللي قمت به تنسيق النقابي لمدة يومين في إطار احتجاج على ما آلت إليه أوضاع المدرسة المغربية. اليوم هذا جينا مسيرة، فهو نداء ورسالة للمسؤولين بتحمل المسؤولية ديالهم وإعادة الاعتبار المدرسة العمومية، لأن حنا الهم ديالنا كنقابيين أو كرجال ونساء التعليم هو مصلحة التلميذ. حنا لا نلوم التلميذ في هذا يعني في هذه المواقف اللي وقعت، ولكن نحمل كامل المسؤولية للمسؤولين وخاصة على رأسهم السيد وزير التربية الوطنية، اللي من المفروض أنه كان يحمي المؤسسات التعليمية من هذا يعني من هذه الظواهر اللي ربما اصبحت غريبه نوعا ما المؤسسه يعني او المدرسه المغربيه. لذلك فمسيره اليوم جاءت كصرخه لرجال ونساء التعليم من اجل ايصال ان المدرسه العموميه في خطر، ونتمنى ان المسؤولين يلتقطوا الاشاره ويبادروا بحل هذه المشاكل
وتحيه نضاليه للجميع.